من العيب على رجل يشتري لي فانيلا تي شيرت وعليها علامة هو مش عارفها شني. كتابة مكتوبة هنا والقالك وليد شاب دزيت عليه قلت له عمي تعال وليدي هذا ايش كاتب على صدرك انت؟ قال مش انا كاتب هم كاتبين. قلت له بس انت لابس انت صاير بنر. قلت له لو مكتوب قاد على راسي مكتوب شعار حلو على راسي بس انت مكتوب ال دبل او تي صفه رقم 30 يعني لوت 30. قلت له تعرف شنو لوت 30؟ قال لي ما ادري. قلت له اقعد وانا اقول لك اقعد. قلت له لان الاجانب دكتوره هذه بعلم النفس دكتوره ايمي تقول احنا باوروبا وصلنا الى نقطه اللالذه. تعرف شنو اللالذه؟ هسه احنا ناكل على مود نتلذذ بالطعام نشرب نتلذذ نطلع نتونس نتزوج نتلذذ نزور صديق نتلذذ بعدنا ما وصلنا. هم يقول احنا وصلنا الى قمة اللذة وعبرنا وصلنا للالذة بعد لا النساء نتلذنا ولا الطعام يلذذنا وصلنا الى نقطة منتهية فقمنا شو نسوي؟ نريد نلتذ ماكو. شربنا كحول ما فات شربنا مخدرات خلص بعشكو. يقول قمنا النوب الرجال ياخذ شغله المراه والمراه تاخذ شغله بلكي نلقى لذه. فصار الرجل شو يصير؟ يعدهم الوياب الفراش ايش قد؟ 1 2 3. قلت له انت واصل لوت 30 مش واحد تعرف له لا؟ قال كذا يريد يشقها. قلت له لا شقها هسه اقلبها مو ذولاك يصنعون واحنا نلبس. ثقافة المسلسلات ثقافة الأفلام ثقافة أفلام كارتون كلها عندنا وإحنا ما ندري لأننا غفلنا عن أبسط العلامات. من الصبح للليل إحنا نشرب مشروبات غازية. قلما رجل يروح سوبر ماركت طيني سوسيس طيني كالباس طيني خيار شور طيني كوكا كولا وبيبسي كولا والفانتا والسفن أب مو هذني لولا؟ شنو معنى البيبسي؟ ها بيبسي 5 حروف PEPSI تعرف شنو معناها؟ واحنا نشرشع يومية معناها pay every cent save إسرائيل ادفع كل سنت لإنقاذ إسرائيل. هاي معنى السنت مثل الريال مالنا. شوف ريال وتومان انجليز عندهم شنو؟ عندهم البوند الباوند وعندهم السنت وعندهم الدولار مو وعندهم السنت. فهذا السنت باي هاي البي مالت البيبسي باي افري سنت سيف اسرائيل واحنا نشرب. بعد كوكا كولا بس قلبها لا محمد لا مكه اسم نبيك بس بالمقلوب كوكا كولا خوش. فانتا شنو هي؟ قال فانتا هاي البرتقال شايفينه فانتا FANTA الفانتا فولش عرب يعني العرب الأغبياء حاشاكم. فولش عرب نيفر تيست الكول يعني العرب الأغبياء اللي ما يشربون الكحول يشربون يعني ما يفتهمون لو يفتهمون جا يشربوا خمر. بعد 7 شنينز هسه السفن اب كاتبين لك 7 احنا عبالنا 7 مايات بس يكتبوها لك بالعربي كتبوها سي سين سدندونه سفن وبصفها في النون مالتها مضيعينها ويا نص البرتقاله اكل برتقاله نص هيك او نوميه على قوطيه السفن النون ضايعه باقيه بس السدندونه دايره دو نقطه يعني الله لفظ الجلاله. هسه حط ايدك على النون راح تشوف السفن بيها سدن دون خد وعاليات طوال حتى نشربها وندوسها برجلينا ونذبها بالزباله. واضح؟ هذني كلن علامات يشتغلون من تحت. شو وقت احنا ننتبه لما الماي يصير من تحتنا ويروح ويعدي ويخرب شغلنا بعدين نظل نركض. زين.